مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل متابعين برنامج بنحلم نعيش، وكل متابعين قناة الصحة والجمال، وكل المشاهدين وكل المستمعين في كل مكان. النهاردة كل سنة وانتم طيبين. النهاردة رأس السنة إن شاء الله، أول يوم بعد الساعة 12 في السنة الجديدة، وإن شاء الله ربنا يجعلها سنة سعيدة على كل الناس، وربنا إن شاء الله يشيل عننا هذا الوباء وعن العالم كله، ونبتديها سنة سعيدة بصحة وستر وسعادة. حلقة النهاردة من أكبر المشاكل اللي موجودة دلوقتي في المجتمع ككل، وخاصة المجتمع المصري، وهي مشاكل التي تواجه المصدرين والعقوبات التي تواجه المصدرين. مشاكل كتير جدا، منها أهم المشاكل اللي هتقابلنا النهاردة، يعني عشان نكون بنتكلم قانونا، هي عدم وجود مساحة على المراكب ووجود طلبات تصدير عالية، عدم وجود مراكب عالية، عدم وجود مراكب صغيرة شارتر، حملات من 1000 طن ل 2000 طن، عدم طول مدة الإبحار، حيث أن المواني المصرية لا تدخلها السفن الأصلية، ولكن يتم الشحن عن طريق الفيدرس إلى المواني الأوروبية التي بها محطات حاويات يعاد تحميلها إلى مراكب أخرى، مما ينتج عنه طوال فترة النقل البحري. دي مشكلة رئيسية ثالثة بيعاني منها المصدرين. مشكلة رابعة، عدم كفاءة المواني المصرية في الوقت الحالي لاستيعاب زيادة حركة الصادر من وجود حركة الوارد. طيب، احنا النهاردة عندنا مصدرين كتير جدا وشركات كتير جدا جدا جدا، بس السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الناس دي كلها والمصدرين كلهم على إدراك من القانون والوعي؟ الناس دي فاهمة يعني إيه تصدير؟ الناس دي تعرف قانون التصدير كويس؟ الناس دي تعرف القوانين اللي موجودة في البلاد الأخرى اللي احنا بنصدر لها؟ يعني يا ترى ملمين بالقوانين اللي موجودة برة؟ عشان كده هنا النقطة، لا مش كل الناس دي. هل الناس دي على استيعاب كامل بكل الأخطاء اللي ممكن يقعوا فيها؟ الناس دي بتتعرض لمشاكل كتير لأن هم مش على استيعاب ودراية كاملة بالمشاكل اللي موجودة هتواجههم، وبالقوانين المفروض يلتزموا بيها، وحسب الإجراءات القانونية والشهادات اللي بيطلعوها علشان خاطر يقدروا ياخدوا إجراءات التصدير، والتوقيت اللي موجود، عشان هو ما عندوش خبرة بيتأخر كتير جدا، وساعات الشحنة بتبقى موجودة في المواني فترة كبيرة، مما يؤدي إلى خسارة فادحة. يعني هنا أنت عشان تشتغل كمصدر لازم تدرس كويس قوي يعني إيه قانون تصدير، يعني إيه قوانين البلد اللي أنت بتصدر معاها، يعني إيه اتفاقيات ما بين مصر والدول الأخرى، عشان تقدر أن أنت تتعامل وتكسب من غير ما تغلط ومن غير ما تقع في شر أعمالك. بدل ما تكسب تلاقي نفسك بتخسر، وتلاقي نفسك، وخاصة الطمع، الناس اللي بتطمع للأسف بتكون سبب أساسي في انهيار عالم التصدير، هو الطمع اللي موجود ما بين سواء الفلاح أو سواء المصدر. طيب، ناخدها نقطة نقطة. قولي لي طمع، يعني مثال صغير، البطاطس السنة اللي فاتت أو العام الماضي كان فيها أزمة كبيرة جدا. طيب تعالي شوفي البطاطس السنة دي، كمية رهيبة بشكل غير طبيعي، مش البطاطس بس، الفراولة والبرتقال، كل حاجة. تعالى النهاردة شوف كفلاح أو مصدر، أول ما بيسمع حتة إن الدنيا غالية جدا جدا جدا، خلاص بقى كيلو البطاطس بقى 10 جنيه، يلا كلنا نزرع بطاطس، نردم البلد بطاطس، يبقى ما فيش سوق محلي مستهلك، خاصة إحنا في مرحلة كورونا. النهاردة وجود كورونا خلى معظم المصانع قافلة، معظم المصانع اللي بتعمل شيبسيهات وبطاطس بتدخل في صناعات كتير، النهارده مفيش استهلاك، فانت الاستهلاك المحلي عندك، لو بصيت على استهلاك البطاطس في البيت 5 كيلو كل اسبوع كل اسره تستخدمها، ده مش استهلاك، ده بالنسبه لك عشان تغرق الدنيا دي كلها بطاطس، ده تفكير خطا وطمع. فالنهارده لازم ندرس السوق قبل ما تطمع وتقع في شر اعمالك، ادرس السوق. النهارده لما جت بذور البطاطس وبكثره دخلت مصر، وكل الناس يلا 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 خد البطاطس، بتتزرع شتويه، بتتزرع 3 مرات في السنه، الثلاث مرات في السنه يعني بتتزرع على مدار السنه،
على مدار السنة؟ يعني احنا هنفضل نعيش على البطاطس؟ لا اكيد. طب هنفضل الكميات دي كلها هنقدر ان احنا نصدرها؟ برضو لا اكيد. وهنفاجئ بمشكلة كبيرة جدا، وغيره فراولة، فراولة نزلت دلوقتي، وغيره وغيره وغيره. احنا في الحلقات الجاية اكيد هنتكلم عن كل المنتجات اللي موجودة، سواء فواكه او سواء خضروات او سواء اي منتج موجود هنتكلم عليه. بس اكثر المنتجات اللي هنتكلم عليه هي البرتقال والحاجات الموالح والبطاطس والفراولة وكل الموجود في السوق دلوقتي، ان الناس اصبحت خلاص مجانين بيه، مجانين الزراعة بيه. عشان كده انا بقول طب ده بيوقع ضرر على الفلاح. بيوقع ضرر على الفلاح. طيب هل وجود الفلاح في الضرر ده خطأه هو، ام خطأ الدولة، ام خطأ الغير، ام خطأ المصدرين، خطأ مين؟ خطأنا كلنا. النهاردة الفلاح طمعان، ادي اول خطأ. لما انت طمعت وقعت نفسك في شر اعمالك وقلت انا عايز اكسب زي غيري ملايين، وبدأني فين المحاصيل بتاعتنا الزراعية اللي كانت موجودة؟ فين الخضروات، البسلة والفاصوليا واللوبيا والبقوليات وكل ده فين؟ فين زراعته؟ الناس ما عادتش بتبص لده. كل واحد دلوقتي بيحرط ارضه ويزرعها برتقال، بيزرعها فراوله، بيزرعها بطاطس. طب ما فيش، مش هناكل غير دول؟ الناس انت ما بصيتش لناسك، ما بصيتش للناس اللي موجوده، ما بصيتش لاهلك ومجتمعك. كل تفكيرك الاول والاخير دلوقتي ان انت عايز تبص لحاجه واحده بس، انا عايز اعمل فلوس على حساب اي حاجه، على حساب مجتمع، على حساب ناس، على حساب كل حاجة. انت عايز تعمل فلوس، في النهاية انت خسران والمصدر خسران. تفضل تحوش كتير قوي في التلاجات كمصدر وتقول انا بحوش بحوش بحوش، لا، الكترة دي هتخلي الطلب يقل، لان خلاص بقى في عندك كتير والمجتمع والسوق مفتوح وبقى عارف ايه اللي موجود بالكترة ولا. طيب معانا المهندس محمد قاسم، اهلا بيك يا باشمهندس. مساء الخير يا باشمهندس محمد. شكرا. الحمد لله يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب اولا بمناسبه السنه الجديده، ويا رب تكون سنه سعيده ان شاء الله. يا رب وحضرتك بخير والساده المشاهدين بخير ان شاء الله. وحضرتك بالصحه والسلام. انت عارف النهارده الحلقه بتتكلم عن المشاكل والصعوبات التي تواجه المصدرين والفلاح، وهل الفلاح بيتاذي من الموضوع ده وبتقابله مشاكل ولا لا؟ تمام. الفلاح اولا طبعا هو الاساس في المنظومه كلها. تمام. شايفين احنا ازمه البطاطس واللي حصل فيها، ولكن طبعا ازمه البطاطس الاساس فيها في المشكله هي المطاعم بتاعت الفاست فود المقفوله في العالم كله. للاكل السريع يعني الرغبات السريعه. تمام. ده مأثر علينا، وكميات التقاوي طبعا اللي دخلت كبيره جدا في الموسم دوت، فطبعا ده مأثر علينا لان التصدير واقف تقريبا يعني. تمام. واللي عندنا برضه موجود في بلاد العالم كله يعني. فربنا يسر الحال. بالنسبه لموضوع البطاطس، موضوع البرتقال ومصر طبعا الاولى عالميا في البرتقال. تمام. ان شاء الله عشانين بس الفتره دي، عشان فتره الكريسماس بره بيبقى المواني قافله شويه، بيبقى في شويه مشاكل شويه في الشهر، ولكن ان شاء الله عشانين بامر الله بعد اليومين دول يعني بالظبط بعد يوم 7 او يوم 10 يناير ان شاء الله يبتدي في حركه زياده شويه على البرتقال. خليني اقول لحضرتك حاجه، الحمد لله مثلا لبنان كان بقالها اكتر من 30 سنه معلومه يعني ان هي ما بتاخدش مننا حاجه. فتح سوق لبنان اعتقد السنه دي. هو لبنان فاتح وشغال، بس هي المشكله كلها ان لبنان من بعد الازمه اللي حصلت عنده وانهيار الليره طبعا، فبرضه الموضوع مش بنفس الجديه. بعدين لبنان بلد صغيره ما بتاخدش مننا كتير، مش كميات. سوق البرازيل اتفتح، سوق اليابان اتفتح. تمام. الاسواق دي كانت مقفوله علينا خالص يعني. كانت مشكله كبيره بتواجهنا يا باشمهندس محمد، مشكله الاسواق المغلقه مع الدول الاخرى. طيب طبعاً. دلوقتي الحمد لله بدا السوق يفتح، وان شاء الله عام 2021 نفتح مع دول اكتر. بنطالب طبعا الدوله ووزاره الزراعه ان احنا نفتح سوق جديد للمستثمر، لان بقى عندنا مصدرين كتير يعني. بس سؤال هنا يعني، الحمد لله هنفتح خلاص يعني، دي مشكله وهتتحل. طب المشكله الاكبر هنا بعض المصدرين الذي لا يفقهوا شيء بالمر، مش عارفين حاجه، لا عارفين قانون التصدير، ولا عارفين الاتفاقيه اللي موجوده ما بيننا ما بين مصر وكل دوله، ولا فاهمين الاجراءات القانونيه اللي المفروض بتخلص والشهادات. طب الناس دي بتسبب مشكله كبيره جدا. كلام سعادتك سليم 100%. كنا لسه في اجتماع قريب مع ناس افاضل منهم في مجلس التصديري،
وفي الارشاد الزراعي وفي الرقابه على الصادرات والناس دي كلها. وكان اتكلم اخ فاضل المجلس التصديري وقال ان هو دلوقتي بقى في اي مشكله بتحصل من شركه مره او مرتين الشركه دي تتقفل خالص. وطبعا هو الموضوع ده بيسبب لنا مشاكل كتيره بره فعلا، يعني حتى في الاسعار، يعني حتى في التسعير بيسبب لنا مشاكل كتيره بره فعلا. ولكن ان شاء الله عشان نيجي في وجه الاخير اللي جاي يبقى احسن. برضو احنا عندنا ضغط، اللي هي الضغط اللي في العالم كلها، وهي ازمه كورونا. أزمة كورونا كانت سبب أساسي طبعا في أن السوق خلاص ما فيهوش استهلاك كتير، وفي نفس الوقت تراكمت أعداد الكميات من المنتجات فأصبحت في وفرة في السوق، فالناس دلوقتي متضررة جدا. طب احنا هنا في تضرر بالفعل وقع على المصدرين اللي هي ما عندهاش علم بالسوق وعلم بالاسعار العالميه اللي موجوده على مستوى العالم كله. طب الناس دي نقدر نفيدها ازاي ان هي ما تقعش في الغلط ده تاني، او نفيد المصدرين سواء الجدد او اللي عندهم خبره يمكن ما بيقعوش في ده، لكن اللي ما عندهمش خبره زي ما احنا قلنا ان في عدد كبير جدا موجود، الناس دي نقدر نصلح ده ازاي او نقدر نفيدها ازاي ان هي ما تقعش في الغلط ده تاني؟ بصي حضرتك، هو يعني طبعا حضرتك ما شاء الله خلال البرنامج بتاعك ما شاء الله عليكي، وحضرتك ما شاء الله في الوعي اللي بتقدميه للناس، وبرده في بعض القنوات على اليوتيوب صغيره كده برده بتدي دعم للناس. ولكن برده لو الناس المصدرين الصغيرين اشتركوا في الصفحات بتاعت اتحاد المصدرين او الغرف التجاريه بتديهم بمعلومات تقريبا كبير يعني صحيحه بنسبه 85% معلومات عن الاسواق وعن التوقعات بتاعت الاسواق. ولكن برده احنا بنناشد الدوله شويه ان الامر ده بامر يبقى فيه نشرات اكتر من كده، زي ما في بورصه مثلا او في صفحه على اليوتيوب بتاعت سوق العبور او الاسواق الثانيه، برضه بيبقى في صفحات متخصصه لكل بلد. طب وليه ما يكونش في فكره تانية موجوده من الدوله احنا نقترحها دلوقتي من خلال برنامج بنحلم نعيش، ان يبقى في كورس يتعمل لكل مصدر قبل ما يكون من اجراءات انشاء شركه التصدير سواء هي انشات او لا، يكون في كورس موجود كورس قانوني يعني من كامل اجراءات الورق يتم كتصدير لازم ياخد كورس مكمل صاحب الشركه باجراءات القانونيه والاتفاقيات ومعرفه كامله بقانون التصدير والاتفاقيات اللي موجوده ما بين الدول الاخرى، حتى ما يبقاش احنا في مشاكل ثانيه ووقع بقيه المصدرين. يعني عندك لو اتفضل النقطه كلها، هو فعلا في كورسات بتتاخد في وزاره الخارجيه قبل ما تنشئي اي شركه استيراد وتصدير. يعني هل الكورسات دي كورسات يعني اجراء قانوني لازم يتم؟ لازم يتم. وهل فعلا في اختبار وفعلا بيكون هو على معرفه ودرايه؟ في الكلام ده كله، ولكن برضه عايز ابين سعادتك نقطه وحضرتك طبعا اعلم مني. ابين سعادتك نقطه ان هي كل بلد بتغير بروتوكولها كل سنه، يعني مثلا الدول الاوروبيه السعوديه ليها بروتوكول، دبي ليها بروتوكول، انجلترا ليها بروتوكول، هل بقى المصدر المصري يعني على علم ودرايه بكل بروتوكول بيتغير في كل دوله؟ لا هو مش على علم في كل دوله، ولكن الدوله ما بتسمحش باستلام الشحنه التصديريه غير بناء على البروتوكول ده، هو لازم يبحث عن البروتوكول ويقدم. يعني النقطه كلها اللي ساعات بنتكلم فيها وهي نقطه فعلا مهمه جدا، وهو ان الجهل في السوق اللي قدامك بيضرك ويضر غيرك، يعني لو انت حتى مبتدئ في سوق معين بتضر نفسك وتضر الناس اللي معاك. هو بالفعل بيضر المجتمع المصري كله، بيضر دخل مصر وبيضر التصدير في مصر ككل. انت النهارده لما تودي شحنه وانت ما عندكش خبره وتاخرت في المينا نتيجه لاجراءات قانونيه او شهادات انت عملتها او اتاخرت، ده بيؤدي لكارثه، ما بتروح غير طازجه او بتؤدي ان حاجتك مش كويسه، فبتدي انطباع ان حاجه مصر مش كويسه، فانت هنا بتضر المنتج المصري ككل ما بتضرش نفسك. بصي برافو عليك، حضرتك قلت نقطه مهمه جدا في موضوع الشحن. احنا اليومين اللي فاتوا دول في ناس كتير قوي شحنت هم مش عارفين ان في الكريسماس معظم المواني في التعتيق بتاع المراكب او تعتيق الحاويات تبقى واقفه، فالبضاعه بتاعتهم واقفه هناك دلوقتي، بيدفعوا عليها ارضيات وبتروح زي ما ساعتك بتقولي كده حضرتك، فعلا تخش بعد كده بعد مده معينه بتبقى الجوده بتاعتها بتقل، بتعمل فيه يعني بتضرب الاسم مصر او بتضيع اسم مصر بمنتج معين. فالنقطه دي فعلا مهمه جدا، اللي هي المواعيد بتاعت الشحن ناخد بالنا من ايه، داخلين على راس السنه الصينيه، الصين هتبقى شهر كامل واقفه، لازم الناس اللي بتصدر تاخد بالها من الكلام ده. فنقطه مهمه حضرتك يعني وجهتي الناس فيها، دي فعلا نقطه مهمه جدا يعني. اتفضلي يا فندم. طيب يا فندم انا هسال حضرتك سؤال اخير، بالنسبه للمواني اللي ما بتشيلش، اللي موجوده ما بتشيلش اكتر من 1000 طن او 2000 طن، دي بتسبب مشكله لان بيتم نقلها تاني، فده تعطيل وتعطيل وقت وكمان. مواني انهو اللي في مصر ولا بره؟ المواني اللي في مصر.
طيب هو انا هقول لحضرتك على حاجه، هو برضه يعني واللي الكريسماس بره، انا عايزه اعرف سواء في بره او في مصر، حضرتك ذو خبره لا يعني. لا لا، مصر الفتره اللي فاتت دي، ربنا يخليك يا فندم، مصر الفتره اللي فاتت دي لا، بدا فعلا يبقى في شغل على المواني كتير جدا، يعني في كذا كذا مينا اتفتحت، مينا شحن اتفتحت فعلا، بقى عندنا النقل بقى اسرع، بقى الشحن اسرع تمام. النقطه كلها اللي احنا بنواجهها برضه من السنه اللي فاتت ازمه كورونا، وهي ان الحاويات اللي بتيجي استيراد من بره قليله جدا، عدد الحاويات قليله، فما بتكفيش البضاعه اللي بتتصدر من مصر. قصدي هي دي النقطه، يعني الحاويات اللي جايبه حاجات من بره مصر جوه مصر قليله، فبناء عليه اللي بيطلع يبقى قليل، فده اللي بيسبب لنا ازمه شويه في عدد الحاويات. طيب انا بشكر حضرتك كتير يا باشمهندس، لكن اكيد احنا عندنا حلقات تانية متتاليه وحضرتك تكون معانا، وبتمنى ان انت تكون ضيف معانا الحلقه الجايه ان شاء الله ونتكلم باستفاضه. ربنا متشكرين يبارك جدا، كل سنه وحضرتك طيب. ميرسي يا فندم، مع الف سلامه. طيب احنا اتكلمنا تقريبا في كل النقط وفي كل النقاط اللي موجوده بالنسبه لاكبر الصعوبات اللي بتواجه المصدرين وخطأهم وخطأ غيرهم، صعوبات داخلية وصعوبات خارجية والكثير من الصعوبات، لكن كثير من الصعوبات تواجه المصدرين مع المصالح الحكومية في استخراج شهادات المنشأ مثل شهادة جامعة الدول العربية وشهادة الكوميسا، حيث أن شروط كل شهادة كل تؤدي إلى تأخر إرسال مستندات الشحن إلى البنك في حالة الاعتماد المستندي، مما يؤدي إلى تراكم غرامات الحاويات ووجود تكلفة إضافية. ياريت طبعا ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نعجل بشهادة جامعة الدول العربية علشان يبقى حالة الاعتماد المستندي تؤدي الى تراكم غرامات على الحاويات وتكلفة اضافية على المصدر، فده اكيد بيستاء منه المصدرين، واكيد احنا عايزين حركة عايزين على قد ما نقدر حركة التصدير تكون زي ما هي موجودة، ما شاء الله احنا شايفين في حركة وفي نشاط كويس جدا، بس ياريت نقدر ان احنا نخلي النشاط ده كله على قد ما نقدر نوسعه، يكون نبلوره في حتة الاتجاه ان الناس دي تكون فاهمة، عندها دراية، عندها وعي، عندها قانون على قد ما نقدر. طيب عندنا مهندس معانا، مهندس ربيع ابو العطا، اهلا وسهلا يا باشمهندس ربيع. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. احنا اتكلمنا مع باشمهندس محمد عن الصعوبات الداخليه التي تعوق عمليه التصدير، فحضرتك ممكن تكمل لنا الصعوبات اللي تعوق التصدير غير اللي اتكلم فيها باشمهندس محمد؟ تمام يا فندم. اكبر الصعوبات، يعني حضرتك مصدر، اكبر الصعوبات اللي بتواجهك كمصدر ايه هي يا باشمهندس ربيع؟ الايه يا فندم؟ لا الشبكة عندك ضعيفة، ممكن تطلع في مكان تاني معلش. الايه يا فندم؟ باشمهندس ربيع الشبكة عند حضرتك ضعيفة، ارجع لنا تاني يا باشمهندس ربيع، كلمنا تاني. طيب طب نقول بقى، احنا قلنا الصعوبات الداخليه من ابحار ومن، وقلنا الحمد لله ان الموانئ بدات تزيد، ان هي الحملات اللي بتشيل 1000 طن او 2000 طن، قلنا خلاص في حركه تجديد وحركه كبيره جدا في الموانئ المصريه، يعني المشكله بتتحل. ومشكله المشكله اللي هي الخارجيه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي السرعه في حركه شهاده جامعه الدول العربيه عشان يقدروا ان هم ياخدوا وقتهم وحاجتهم ما تعطلش في المواني والإجراءات تتم بسرعة. طيب عدم وجود خبرة كافية لمسؤولي اللوجيستيك في الشركات المصدرة بقوانين الدول المصدرة إليها، احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا وكيفية استخراج المستندات اللي تسهل عملية التخليص الجمركي للعميل المستورد في تفتيش وشهادات مطلوبة، مفيش خبرة، واتكلمنا وقلنا ان لازم وشيء اساسي ان لازم الناس دي يبقى عندها خبرة والمصدرين يكون عندهم خبرة في كيفية استخراج الشهادات وكيفية المعاملة كمان وعملية التخليص الجمركي. طيب باشمهندس صبري الشافعي معانا، اهلا وسهلا يا باشمهندس. اهلا بحضرتك استاذ شيرين. اهلا وسهلا، الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب وعام سعيد عليك وعلى حضرتك وعلى أسرة البرنامج وعلى ضيوفك الكرام يا رب العالمين.
احنا اتكلمنا، حضرتك متابع معانا الحلقه طبعا، وكلمنا عن الصعوبات الداخليه والصعوبات الخارجيه اللي بتعوق المصدرين، وكلمنا عن عدم خبره بعض المصدرين اللي هي بتسبب مشاكل كتير لينا ككل والمجتمع ككل والباقي المصدرين. طيب حضرتك ضف لنا بقى ايه هي المشاكل الاخرى اللي بتواجهك انت كمصدر برضه. وحضرتك طبعا بعد تحياتي لحضرتك ورشه البرنامج العزاز، الله يخليك. وطبعا كل سنه وحضرتك ومصر برئيستها وجيشها وشرطتها بخير بنهايه 2020 وبدايه 2021. اهلا وسهلا بحضرتك، الله كل سنه وحضرتك طيب وشعب مصر وكل العالم كله بخير وسعاده. وحضرتك طيبه يا ست الكل. وحضرتك طيب. بالنسبه للصادرات طبعا هو في دعم صندوق، حاجه اسمها صندوق دعم الصادرات. طبعا الصندوق ده بيطلع 2% من المصدرين للصندوق. فبيجي بعد كده حضرتك الضرائب بتطالب المصدرين بالضرائب على دعم الصادرات تاني من الصندوق على الصندوق. تمام. وده طبعا لا يجوز. احنا حضرتك يا استاذه الفاضله جميع دول العالم بتساعد المصدرين وبتسهل لهم وبتزيل من قدامهم العقبات اللي بتعوق التصديرات، لان التصدير ده في الاول وفي الاخر بيعود على المواطن. وطبعا انت المفروض حضرتك يا فندم ان 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 مثلا انت عندك في زراعات الاستراتيجيه مثلا على سبيل المثال زي الفاصوليا مثلا. المصدرين بي 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 بيعانوا من السوسه اللي بتبقى في الفاصوليا. احنا نسينا الزراعه دي يا باشمهندس، نسينا كل الزراعات الحلوه دي والبقوليات، الناس كلها بقت معتمد دلوقتي اعتماد كلي على اللي بيكسب، عايزين نزرع بطاطس، عايزين نزرع برتقال، عايزين نزرع موالح، عايزين نزرع فراوله، كل الحاجات اللي اسعارها بتعلى والطلب عليها زايد في التصدير واسعارها بتكون عاليه، الناس نسيت التكفئه او المحلي او المحليات والمجتمع المحلي نسيته خالص، كل تفكيرها دلوقتي في الماديات اكتر يعني. ما هو صحيح حضرتك يا استاذ شيرهان ان الناس بدات تلجا للزراعات دي ليه؟ لان ما لقتش ان الدوله المعنيه بالزراعات دي، احنا كان زمان حضرتك ايام القطن كان بيتحاسب انها رش جماعي. لما الزراعه بترش رش جماعي، لان حضرتك ان لو انا مثلا انا رشيت مثلا عندي حقل في عندي مثلا زراعه عندي معينه زي الفاصوليا مثلا هناخدها على سبيل المثال. تمام. انت عندك المصدرين بيعانوا من السوسه اللي بتبقى في الفاصوليا، طب السوسه بتيجي في المخزن ولا بتيجي من الزراعه؟ بتيجي من الزراعه. فكان زمان حضرتك وزاره الزراعه دايما بترش حاجه اسمها رش جماعي، الرش الجماعي ده ما بيكلفش الدوله اصلا حاجه ولا بيكلف المواطن حاجه. تمام. ويا استاذ شريهان لو مصر تتقدم بحاجه النهارده الزراعات التعاقديه، وطبعا المفروض بنعمل حاجه النهارده. كان زمان حضرتك كانت محافظه البحيره بتزرع مثلا القطن اللي اتنسى ده. طب ماشي، ما احنا عايزين ده نرجع ده تاني، ده كان قانون زمان، الزراعات الموسميه دي كانت قانون، وان انت يتفرض عليك تزرع قطن رز محصول ده كان قانون عليك، دلوقتي احنا نعمل ايه عشان نرجع ده تاني عشان نقدر نحافظ على المنتجات اللي تكفي او تكفي المجتمع المصري. حضرتك يا استاذ الشريهان يعني برنامج حضرتك ده طبعا انا متاكد ان نص مصر بتسمعه، لان هو برنامج بيفيد الفلاح، لان مصر دوله زراعيه من الطراز الاول، ولو صلح حال الاقتصاد الزراعي في مصر صلحت حال مصر. لان لو الفلاح انهار مصر كشعب انهارنا كلنا. طيب هو انقطع الاتصال، شكرا للبشمهندس صابر الشافعي. دلوقتي انا بس قبل ما اكمل الحلقه عايزه اعمل شكر خاص لعائله الباز، وبشمهندس رأفت الباز، بشمهندس حمدي الباز، بشمهندس ممدوح الباز، اصحاب شركه تصدير شركه الباز للاستيراد والتصدير، من الناس اللي تعاملت معاهم شخصيا واللي بيعملوا خير كتير جدا، والناس اللي بتشوف شغلها دايما صح وبتحب بلدها ودايما تعمل للخير، وان شاء الله يكون في الحلقات الجايه هيشرفونا في لقاءات متتاليه على حلقات متتاليه باذن الله. وكل سنه وهم طيبين ومصر كلها بخير وسعاده. طيب احنا اتكلمنا في حاجات كتير عن المشاكل، ولكن برضو عندنا نقاط كتير جدا 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 هنتكلم فيها. طبعا مش الحلقه دي بس مش هتكفي كل ده. لما قلنا ان الفلاح بيتضر قلنا الفلاح بيتضر، لكن قلنا الضرر الكبير بيقع على الفلاح
ده هيبقى له حلقة لوحدها، وهنجيب راجل فلاح كده أصيل يكلمنا بتفاصيل ايه هي الاضرار اللي بتقع على الفلاح كلها، سواء من من التصدير، او سواء من قوانين في الدوله، او سواء من المبيدات اللي هو بيحطها، او سواء من الكهرباء والميه اللي بيدفعها للارض. كل حاجه هنتكلم بتفصيل كامل عن الفلاح المصري والضرر اللي بيقع عليه، ده هنتكلم في حلقه تانية إن شاء الله. لكن هنا ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في الأسواق الإفريقية، وارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة في الوقت الذي لم يمتد نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بأنواعها في العديد من الأسواق الإفريقية. المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية كالملابس، حيث أن الأسواق الأفريقية تنظر إلى سعر المنتج في المقام الأول نظرا لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك. وتابع نقطة أخرى هامة، هي أن معظم الدول الإفريقية تفتقد لنظم مصرفية جيدة، مع عدم وجود فروع للبنوك المصرية في تلك الدول، بالإضافة إلى عدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات. وندرة العملة الأجنبية في بعض تلك الدول هو ارتفاع مخاطر عدم السداد، مع عدم وجود تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل أقل من 60 يوم. طيب، وعدم وجود نظام تأميني محلي فعال لخدمة المصدرين المصريين بالإضافة. طيب، ده شيء مهم جدا، معاملة المثل بالمثل. هل المصدرين في مصر بيتعاملوا نفس المصدرين في الخارج؟ يعني إحنا لما بنتعامل مع دولة بيكون رد فعل الدولة دي للمصدر المصري نفس قوانين ونفس اتفاقية ونفس المعاملة، نفس المعاملة؟ هل الخدمات اللي بتتوفر للمصدر في أي دولة أخرى بتتوفر للمصدر المصري؟ عايزين بس حتة عدالة ما بين المصدر المصري والمصدر الأجنبي الآخر. حتة العدالة دي لو وفرناها من قانون، لو وفرنا العدالة القانونية اللي موجودة ما بين المصدر الأجنبي والمصدر المصري، هنا مش هيحس المصدر المصري بأي عجز أو بأي نقص. دي أهم حاجة. تاني حاجة، الخبرة. الخبرة والمعرفة المصدر المصري ده شيء أساسي. النهاردة أنا هقول لك أنت كلمة مش بقولها للدولة، أنت كمصدر لازم تعرف يعني إيه تصدير ويعني إيه قوانين تصدير، علشان تقدر ما تقعش في أخطاء كتيرة زي اللي بتقع فيها. الموضوع كبير وهناخده على حلقات كبيرة وكتيرة جدا، أكتر من حلقة، علشان نقدر نخلص كل المواضيع دي لصالح المصدرين، لأنه ملف مهم جدا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير وصحة وسعادة، عام سعيد عليكم، ونلتقي الخميس القادم بإذن الله.